السلام عليكم يا باشمهندسين، النهارده ان شاء الله هناخد حصر خرسانات البياره والغرفه الملحقه بتاعتها اللي هي غرفه محابس المخرج. عندنا بصينا الاول على البند بتاعها، هنلاقي ان احنا عندنا البند 2127 رينفورسد كونكريت سي 30x37 للبامب سامبولز. دي الخرسانه بتاعت الحوائط بتاعت البياره والغرفه. عندنا اول حاجه هنحدد الخرسانه بتاعتنا بتبدا من تحت من كعب البياره، ده بالنسبه للحوائط، يعني انا نهايتي هنا الجزء ده بالنسبه للبياره، مش الارضيه مش معايا في البند ده. انا هحصر الخرسانه من كعب البياره لغايه فوق لغايه منسوب قاع السقف، يعني عندي السقف هنا سيكنس 20 سنتي، فانا الحوائط بتاعتي هتقف لغايه هنا. نيجي بصينا برضو هنا اللي هو البياره الدائريه بتاعتي، الحوائط دي اللي بالشكل الدائري ده هاخدها من منسوب كعب البياره لغايه منسوب قاع الايه قاع السقف، الكمر والسقف لوحده في بند واحد. طيب بالنسبه للغرفه اللي جنبها نفس الكلام، انا عندي خرسانه الحوائط بتبدا من وش الخرسانه المسلحه للارضيه لغايه منسوب قاع السقف، ماشي، يعني منسوب ظهر البياره اللي هو مثلا 4 5، شيل منه الى 20 سنتي، يبقى ده المنسوب نهايه الحوائط من فوق. طيب اول حاجه قبل ما ندخل في الحصر لازم احدد الفتحات اللي عندي في الحوائط، لان دي هخصمها. الفتحات دي عشان تعرف كل الفتحات اللي عندك لازم تفتح لوحه الميكانيكا عشان نحدد سوا كل الفتحات عشان ما ننساش اي حاجه، زي ليست كده هعملها بالخصومات اللي انا هشيلها قبل ما ابدا ان انا احصر بند عشان ما يتوهش مني حاجه او انساها. لو فتحنا الميكانيكا لوحه الميكانيكا الخاصه بالبياره، اول حاجه عندي ماسوره الدخول، ماسورة الدخول اللي هنا دي أول حاجة أنا هخصمها، هي قطرها هنا على اللوحة 400 ملي، 400 ملي دول أنا هشيل الماسورة دي، هيبقى مساحة مقطعها في سكنس الحيطة. أنا عندي مساحة مقطعها اللي هو باي دي سكوير على 4، القطر 400 ملي، السكنس الحائط 70، يبقى ده أول خصم عندي، خصم ماسورة الدخول. طيب إيه الخصم التاني اللي عندي؟ عندي خصم فتحات خط الطرد. أنا عندي 3 طرمبات خارج منهم 3 خطوط، الخط الواحد قطره 15 سنتي، يبقى نفس الكلام هخصم 3 في باي دي سكوير على 4، والقطر 150 ملي في السكنس بتاع الحيطة اللي هو 70 سنتي. طيب عندي ايه تاني خصم فتحات تانية؟ عندي في ماسورة جاية من غرفة المحابس الرئيسية، الماسورة دي هي ماسورة الغسيل، قطرها 100 ملي، تمام، 10 سنتي دول هخصمها برضو باي دي سكوير على 4 واضربها في سكنس الحيطة. الخصومات اللي عندي كمان بعد خط الطرد ما هيخرج من البيارة ويدخل على الغرفة الاوتلت فالف تشيمبر، دي هيتجمع خطوط خط الديسشارج، هيتجمع ويطلع المية من الخط الطرد على خط الطرد الرئيسي اللي هو قطر 25، فأكيد هيبقى في فتحة في جدار الغرفة دي بقطر 25، فهيبقى باي دي سكوير على 4 برضو في سكنس الحيطة اللي هو 30 سنتي أو 40 سنتي. عندي كمان فتحة في هنا درين اهوت، فتحة الدرين دي اللي هي موجودة عندك الغرفة دي فيها خرسانة ميول اللي باللون الأحمر دي، بتجمع هنا في الدرين بيت وبعد كده بترمي في البيارة عشان لو في تسريب مية أو في مية هنا بتروح على البيارة. الدرين بايب دي برضو هخصمها بقطرها. عندي ايه كمان خصم؟ عندي ماسورة هنا هتتحط عشان الكابلات بتاعت الكهرباء اللي واصلة للطرمبات، فهخصمها. عندي هنا القطر بتاع الفتحة دي 30 سنتي في طولها، هنقيس الطول المايل اللي موجود في جدار البيارة واخصم الفتحة دي هي كمان، يعني مثلا شفنا الدايمنشن بتاعها على اللاين هي تقريبا 98 سنتي، هخصمها ويبقى باي دي سكوير اللي هو القطر 30 سنتي في الطول اللي هو 98 سنتي. تمام، يبقى دي كل الفتحات اللي عندنا، حددنا الفتحات. بعد كده نخش بعد ما حددنا الفتحات على الحصر نفسه. عندك الحيطة، تمام، البيارة هناخد نحصرها لوحدها الأول وبعد كده هنحصر الحوائط بتاعت الغرفة الملحقة دي. أول حاجة بالنسبة للحوائط بتاعت البيارة، البيارة زي ما احنا عارفين هي دائرية المقطع، تمام، ومن تحت الحوائط بتاعتها فيها مثلث، عاملة مثلث من تحت كده، وفي جروف كده اللي داخل في الخرسانة العادية داخلة متداخلة مع الخرسانة المسلحة. طيب أنا هحصرها ازاي؟ عندي طريقتين. الطريقة الأولى هي إن أنا هاجي هنا، مش البيارة بتاعتي دائرية ومفرغة من جوه، خلاص اسطوانة، هحسب على هجيب المساحة الخارجية
ناقص المساحة الداخلية المفرغة دي. المساحة الخارجية انت عندك قطر البيارة من جوه 4 متر، وقطرها الخارجي 5 متر 40، عشان الحوايط 70 سنتي من الجنبين. يبقى احنا هنجيب مساحة بره، المساحة الخارجية ناقص المساحة الداخلية، باي دي سكوير اللي هو 45 على 4 ناقص باي دي سكوير اللي هو 4 المساحة القطر الداخلي على 4. تمام، يبقى انا كده جبت فرق المساحتين، يبقى ناقصني اضرب في الارتفاع. بس لو بصينا للارتفاع احنا قلنا المفروض هيبقى من منسوب قاع السقف حتى منسوب كعب البيار. الحيطة مش ثابتة، مش يونيفورم معاك. الحيطة لو جينا من تحت هنلاقيها عاملة في مثلث من تحت اللي هو الخنزيرة بتاعتي، فأنا هنا هضرب في متوسط الارتفاع لأن المثلث بتاعي متساوي الساقين. فمتوسط الارتفاع اللي هو هيبقى عبارة، أنت عندك الارتفاع لغاية هنا كام والارتفاع لغاية هنا كام. لو افترضنا إنه من هنا الدايمنشن من هنا لغاية قاع السقف من هنا وليكن 10 متر، ومن الكعب البيارة من تحت لغاية قاع السقف 10 متر 70، يبقى المتوسط بتاعهم 10 متر 35 سنتي. يبقى كده الحصر بتاعي عبارة عن متوسط المساحتين، فرق المساحتين، المساحة الخارجية ناقص المساحة الداخلية في متوسط الارتفاع. تمام، دي طريقة. الطريقة التانية هو إن أنا هجيب مساحة مقطع البيارة وأضربه في المحيط المتوسط. يعني أنا عندي أدي الشكل أهوت بتاع الحيطة، لو خدت المقطع بتاعها ماشي، وقلنا مثلا زي ما قلنا ده ارتفاع 10 متر، ومن هنا لغاية كعب البيارة 10 متر 70. فأنا هجيب مساحة الشكل اللي قدام مني الجزء ده وأضربه في المحيط المتوسط بتاع البيارة. تمام، طيب المساحة ده هتساوي كام؟ لو قلنا إن المسافة دي 10 متر والمسافة من تحت من كعب البيار 10 متر 70، يبقى أنا هجيب شبه المنحرف ده، هجيب المساحة بتاعته اللي هو عبارة عن متوسط القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع ما بينهم. تمام، ده 10 وده 10 70، المتوسط بتاعهم 10 35 في الارتفاع اللي هو 70 سنتي. يبقى انا جبت مساحة الجزء ده اللي قدامي ده، فاضل ان انا اضربه في المحيط. اضربه في المحيط، انا واخد كروس سيكشن هنا كده وجبت مساحته، فانت عايز تضربه في ده في المحيط ده عشان يديك الحجم. طيب انت هتضرب في انهي محيط، المحيط الداخلي ولا المحيط الخارجي؟ هتضرب في المحيط المتوسط، يعني قطر البارة من جوه 4 متر وقطرها الخارجي 5 متر 40. يبقى المتوسط بتاع القطر المتوسط اللي هو هيبقى في منتصف الحيطة هو 4 متر 70. يبقى انت طيب المحيط المتوسط عندي يساوي ايه؟ يساوي الباي في الدي، الباي اللي هو 3.14 في الدي اللي هو القطر المتوسط اللي هو 5 متر، اللي هو عزلا 4 متر 70. يبقى انت كده خلاص عندك الخرسانة بتاعت الحيطة حسبناها بطريقتين. طيب تاني حاجة هحتاج ان انا اشيلها ايه؟ اشيل جميع الفتحات زي ما قلنا، اشيل خصم الفتحات اللي كان عندي كله هشيله. تمام، بعد ما اشيل خصم الفتحات هيتبقى لي خصم كمان، عشان يبقى انا خلصت خرسانة حوائط البيار. هيبقى ناقص لي الجروف ده. الجروف ده هحسبه ازاي؟ هحسبه بنفس الطريقة. هجيب هو خد بالك هو على كامل البيارة، على كامل الداير بتاع البيارة في جروف أبعاده 20 في 35 سنتي، عرض 35 وارتفاع عرض 20 سنتي وارتفاع 35 سنتي. يبقى مساحته كام؟ 2/10 في 35 من 100. تمام، يبقى أنا جبت المساحة أضربها في إيه؟ في برضه في الداير أو المحيط. أنهي محيط؟ المحيط الداخلي اللي هو 4 متر؟ لأ، المحيط المتوسط اللي هو هيبقى كام؟ أنت عايز من النص هنا لغاية النص هنا، هو ده القطر اللي هو هيساوي كام؟ اللي هو هيساوي 4، وياخد 10 سنتي من اليمين وعشرة من الشمال، يبقى 4 متر 20. يبقى الباي في الدي ده المحيط الايه المتوسط، اضربه في المساحه اللي هي 2/10 في 35 سنتي، ويبقى ده خصم عندي في الخرسانه المسلحه، لكنه اضافه بالنسبه للخرسانه العاديه. تمام، يعني الخرسانه العاديه دي لما هاجي احسبها هي ارتفاعها كام؟ ارتفاعها 75 سنتي. تمام، فانا هقول ايه؟ هقول المساحه، هجيب المساحة واضربها في الارتفاع. المساحة ايه؟ هي البعد الداخلي ده اللي هو 4 متر، فهتبقى باي دي سكوير على 4 في الارتفاع اللي هو 8/10، وازود عليها اللي انا خصمته من الخرسانة المسلحة، هيبقى اضافة بالنسبة لها اللي هو 2/10 في 35 سنتي في الباي في الدي اللي هو المحيط المتوسط بتاع بالنسبة للايه للجروف ده. ماشي، يبقى انا كده خلصت الخرسانة المسلحة بتاعت الحوائط، بتاعت حوائط البيارة. نيجي على حوائط الغرفة.
طيب بالنسبة لحائط الغرفة، حائط الغرفة دي عاملة ازاي؟ لو بصينا في البلان هنلاقيها اللي هي الجزء ده اللي هي محصورة عندي، اللي هو الجزء الأخضر ده. أنا أوريدي خلاص الحيطة دي، الغرفة دي لها 3 حوائط. بالنسبة للجنب ده هي راكبة على حيطة البيارة الدائري. طيب أنا عايز أجيب حجم خرسانة الحوائط دي. عندي الطريقة أسهل حاجة أو يعني أريح نفسي، إن أنا أخد الشكل ده وأجيب مساحته، تمام، بأمر ليست برضو، وأجيب المساحة بتاعته وأضربها في الارتفاع. الارتفاع اللي هو هيبقى من فوق من منسوب سالب 2/10 لغاية منسوب قاع السقف اللي هو 4/5 ناقص ال20 سنتي اللي هم سكنس السقف، عشان تجيب المنسوب ده في لغاية منه لغاية الايه منسوب اللي هو سالب 2/10. يبقى انا معايا الارتفاع ناقصني المساحة، المساحة اللي هو المساحة بالجزء المحصور باللون الاخضر ده هجيب مساحته من الكاد. يبقى هو ده ايه بالنسبة لي الخرسانة المسلحة لحوائط الغرفة. طيب هخصم منها حاجات، فيها خصم زي ما قلنا، فيها خصم ايه؟ فيها خصم ماسورة خط الطرد اللي هي قطر 25 مللي، دي هتتخصم من الحوائط. ماشي، يبقى انا كده جبت الخرسانه المسلحه بتاعه الحوائط. فاضل لي البند اللي بعد كده، خرسانه مسلحه للارضيه اللي هي فيرفيس رينفورسد كونكريت. ماشي، بند 2125 رينفورسد كونكريت، تمام، دي فور فلور اوف ذا بامب سامب از بير دروينج سبيسيفيكيشن، تمام. ده الجزء اللي بعد كده. بالنسبة للبيارة خلاص الموضوع سهل، هنجيب المساحة، ان عندي القطر الداخلي 4 متر، الارتفاع عبارة عن 80 سنتي، الارتفاع 80 سنتي، يبقى عندي باي دي سكوير على 4 اضربها في 80 سنتي، يديني مساحة، يديني حجم الخرسانة المسلحة لأرضية البيارة. طيب الحجم الخرسانة المسلحة لأرضية الغرفة اللي هو هيبقى الجزء ده نفس الكلام، بس أنا هشيل منه هيبقى الجزء الداخلي المحصور باللون الاخضر ده، هجيب مساحته برضو من الكاد، او ان انا هجيب مساحة مستطيل واطرح منها مساحة دايرة، بس الاسهل لان بالنسبة لي الكاد خلاص اعمل ريجن واجيب اجيب المساحة دي من الكاد واضربها في الارتفاع. عندي ارتفاع الخرسانة المسلحة هنا 40 سنتي، خلاص يبقى انا كده جبت الخرسانة المسلحة بتاعة البيارة. بس سوري، احنا هنا الحوائط المفروض كانت واقفة على وش الخرسانة المسلحة الأرضية، يبقى أنا الأبعاد بتاعتي هنا مش الأبعاد الداخلية دي، لأ هتبقى الأبعاد الخارجية. خلاص هيبقى هي الأبعاد الخارجية دي بتاعت الأرضية المسلحة للغرفة، لأن احنا قلنا عندنا زي ما قلنا الخرسانة المسلحة بتاعت الحوائط واقفة على وش الخرسانة المسلحة بتاعت الأرضية. إذا الجزء ده من الأرضية معايا أنا هنا عشان أحسبه، تمام. خلاص يبقى هي على الرفرفة الخارجية مش الأبعاد الداخلية ايه للغرفة. ماشي، بعد كده عندي ايه بند خرسانة تانية، عندي خرسانة العادية لأرضية الغرفة نفس الكلام، هعمل اوفست بس 25 سنتي اللي هم الرفرفة بتاعت الخرسانة العادية، هعمل هنا الرفرفة دي 25 سنتي، هعمل اوفست واجيب برضو المساحة واضربها في الارتفاع اللي هو 20 سنتي، تمام. ودي الخرسانات اللي عندي. فاضل بعد كده عندي السقف، السقف هاخده كله حتة واحدة، اللي هو السقف بتاع غرفة محابس المخرج وبتاع البيارة الاتنين مع بعض، السكنس السقف 20 سنتي. عشان نحسب السقف أول حاجة هناخده كله كتلة واحدة، تمام، مساحة واحدة، هعلم عليه كله وأحسب مساحته، تمام، بأمر ليست هيديني المساحة، المساحة دي هضربها في السكنس اللي هو 20 سنتي، تمام، المساحة هنا بالمليمتر عشان أبعاد بالملي، تمام. هيتبقى لي ايه بقى بالنسبة للسقف؟ اخصم منه الفتحات، تمام، عندي 3 فتحات في السقف بتاع البيارة، البيارة فيها فتحتين ومحابس المخرج فيها فتحة واحدة، تمام. هيتبقى لي ده في الايه؟ في الخصم. الزيادات بقى الاجزاء البارزة منها عندي حاجتين، عندي بروز تحت اللي هو بروز الكمر، الكمر عندي 60 سنتي، كمرتين هنا في البيارة وكمرتين في غرفة محابس المخرج، الكمر 60 سنتي وانا اوريدي خدت 20 سنتي منهم مع السقف، فهيتبقى لي فقط ال 40 سنتي الصعود بتاع الكمر. وبالنسبة للبروز عندي هنا القاعدة بتاعت لوحة الكهرباء، تمام، البروز بتاعها 30 سنتي. فأول حاجة ناخد البيارة زي ما قلنا هناخدها كلها حتة على بعضها، تمام، واحسب مساحتها واضربها في الارتفاع اللي هو 20 سنتي.
ماشي. بعد كده خصم ال3 فتحات دول اللي بيبقوا في سقف البيارة. عندي البيارة هنا فيها فتحتين في السقف بتاعها، وعندي جوه هنا في غرفة محابس المخرج في السقف عندي فتحة، وعندي القاعدة بتاعت لوحة الكهرباء. تمام. طيب خلاص احنا حسبنا دي، فاضل لنا الفتحات. عندي فتحة هنا في محابس المخرج أبعادها 3.25 في متر 30 في ارتفاع 20 سنتي، عشان أحاسب السقف على 20 بخصم أرجع أخصم ال 20. تمام. بالنسبة للفتحة دي أبعادها 90 سنتي في 23، أبعادها 90 سنتي في 2 متر 30 في الارتفاع اللي هو 20 سنتي. بالنسبة للفتحة التالتة دي أحسبها برضو ممكن بأمر ليست، مش هسأل عن نفسي، علم عليها انتر، هيديني الاريا بتاعتها بالمليمتر سكوير. تمام. واضربها برضو في ايه، في 20 سنتي. يبقى انا خصمت ال3 فتحات، ناقصني زي ما قلنا سقوط القمر وقاعدة الايه اللوح. تمام. طيب بالنسبة لابعاد القمر، انا عندي السقوط بتاعه، عندي في قمر هنا بعدها 30 سنتي اللي هو العرض بتاعه 30 في ارتفاع 30، عندي قمرة تانية 55 سنتي في ارتفاع اللي هو 30، عشان ارتفاع 40 سوري، لأن أنا أوريدي أخدت 20 سنتي مع السقف. نفس الكلام بالنسبة للقمرتين دول، 30 سنتي عرض في ارتفاع اللي هو 40 سنتي. ماشي. يبقى أنا فاضل لي الطول، خلاص أنا معايا المساحات بتاعت ال4 كمرات، فاضل لي أطوال الإيه ال4 كمرات دول كام. يبقى انا عندي الطول بتاع الكمرتين بتوع البيارة، واحدة فيهم 3 متر و91 سنتي، والكمرة التانية 3 متر 59 سنتي ونص. دي الاطوال المتوسطة اجيبها من على الكاد. وتمام. واضرب فيه مساحة كل كمرة منهم. تمام. والسقوط بتاعها 40 سنتي في العرض، واحدة فيهم زي ما قلنا عرضها 30 سنتي والتانية عرضها 55 سنتي. الكمرتين التانيين اللي هم بتوع غرفة محابس المخرج سقوطهم 40 سنتي وعرضهم 30 سنتي، فعدد 2 في طول كام، 4 متر 80. كده انا جبت الصوت، فاضل لي اجيب البروز اللي فوق بتاع قاعدة اللوحة. تمام. الارتفاع 30 سنتي، عندي ليها 3 حوائط عمت، العرض بتاعها 15 والارتفاع بتاعها 30 سنتي، اضربهم في مرة الحيطة دي والحيطة دي، طولها 3 متر 70 في عدد 2 في ابعاد القطاع اللي هو 15 سنتي في 30 سنتي، ومرة اجيب الحيطة دي اللي هي طولها 60 سنتي وعرضها 15 في ارتفاع 30. يبقى انا كده جبت الخرسانة بتاعت القاعدة دي. تمام. خلاص دي اغلب الخرسانات اللي عندنا، وهنوقع بقى بعد كده في الشيت. ماشي. كل بند لوحده برقم البند، واكتب منطوق البند كامل، واحط الوحدة والعدد، واقسم بقى. تمام. اقسم الاجزاء بحيث الحصر بتاعي يكون واضح. اي حاجة عندي احطها في الإضافة، ولو عندي خصم بحطه هنا في الخصم. تمام. وأي حاجة عايز أحطها مناسيب، مثلا ارتفاع أنا جبته ازاي، بحط هنا المناسيب بتاعته في الملاحظات. أكتب أي حاجة عايز توضح المعادلات اللي أنت حاططها هنا، بحيث اللي هيراجع الحصر يبقى فاهم هو أنت كاتب ايه. وتحت برضو بالفرق بقى ما بين الإضافة والخصم، هيبقى ده الإجمالي الكلي بتاعك، وبنحط الوحدة وبنفقد تحت في آخر حاجة، والمهندس المقاول والاستشاري بيمضوا على الحصر. وبس كده وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.